أهلا وسهلا متابعي قناة سيف وولف، أتمنى أن تكونوا بخير. سنتابع من خلال هذا الفيديو أشهر 6 أفلام تونسية مستوحاة من قصص واقعية. هناك العديد من الأفلام السينمائية في تونس التي انبنت أحداثها على قصص حدثت بالفعل في الواقع. خلال هذا الفيديو سوف نتطرق إلى أشهر 6 أفلام تونسية مستوحاة من حكايات واقعية. قبل ذلك أرجو منكم جميعا دعم الفيديو بلايك ودعونا نبدأ. أولا، على كف عفريت. يعود فيلم على كف عفريت للمخرجة التونسية كوثر بن هنية إلى واقعة حقيقية حدثت عام 2012 في تونس العاصمة. تعرضت خلالها فتاة جامعية تدعى مريم للاغتصاب على يد عناصر من الشرطة. الفيلم من بطولة مريم الفرجاني وغانم الزريلي وإلى جانب عدد كبير من الممثلين. ثانيا، دشرة. دشرة فيلم رعب تونسي من تأليف وإخراج عبد الحميد بوشناق، وبطولة كل من ياسمين الديماسي وعزيز الجبالي وبلال السلاطنية وبحري الرحالي. وقد تم إصدار الفيلم في 8 نوفمبر 2018. يستند الفيلم إلى قصة واقعية مرعبة تتمثل في عالم الشعوذة واستخراج الكنوز والسحر الأسود. ثالثا، فيلم الشلاط. فيلم للمخرجة كوثر بن هنية. تدور قصة الفيلم حول رجل مجهول يدعى الشلاط، كان يتجول بدراجته في شوارع تونس العاصمة في صيف 2003، ويحمل بيده شفرة حادة يضرب بها مؤخرات النساء التي يسرن على أرصفة المدينة، حتى أنه أصبح شخصية غامضة يخشاه الجميع دون أن يراه أحد. رابعاً، ملك الموت. هذا الفيلم لحد الآن لم يعرض، وذلك لوجود بعض المشاكل التي ينتظر حلها. يروي الفيلم لصاحبه المخرج كريم برحومة الحكاية المرعبة لأشهر سفاح عرفته تونس على مر التاريخ. الناصر الدامرجي المعروف بسفاح نابل يؤدي دور البطولة الممثل أحمد الأندلسي. خامسا، فيلم الربيع. فيلم للمخرجة رجاء العامري وبطولة أنيسة داود وبلال البريكي. وانبنى الفيلم على قصة واقعية تتمثل في أحداث ثورة 14 من جانفي للعام 2011 في تونس. سادسا، فيلم نورة تحلم. فيلم للمخرجة هند بوجمعة، والفيلم مستوحى من قصة حقيقية، حيث تجسد الممثلة هند صبري شخصية نورة، المرأة التي تنتمي للطبقة الكادحة في تونس، ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي وعلاقاتها بأطفالها وزوجها، وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه. الفيلم بطولة كل من هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم البومسعدي، وأيضا جمال ساسي وإيمان الشريف. هذه هي تقريبا أشهر 6 أفلام تونسية مستوحاة من قصص واقعية. في النهاية أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم الفيديو. الرجاء الاشتراك بالقناة. شكرا جزيلا للجميع، ودمتم في رعاية وحفظ من الله.